يم الشاهدني عليك، يم الشاهدني عليك، يا رب امي بدلك، يا رب امي بدلك، ولفوا الشاهد بدمه، ولفوا الشاهد بدمه، وقالوا تحية لمه، وقالوا تحية لمه. لكي أكحل عيوني بهؤلاء الشباب والشابات الذين يملؤون فراغا كبيرا لجماهيرنا التي يجب أن تقوم وترفع الصوت ضد كل هذه الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبنا في غزة وضد شعبنا الفلسطيني كاملا. ولكي أسمع هذا الصوت الذي ربما تحمله العصافير والحمام إلى أهلنا في غزة الذين يتصدون للصواريخ وللقنابل وللطيران بصدورهم وبإيمانهم وبأملهم أن النصر سيكون لهم وللشعب الفلسطيني. من حيفا، مع أنه هذه يعني جماعة شباب دون العشرين معظمهم ودون الثامنة عشرة، وهذا يبعث الأمل في القلب بأن هذا الشعب سيواصل الكفاح والنضال جيلا بعد جيل حتى يحقق لهم النصر، وحتى تكون قضيته هي الأولى، وحتى ينتقل بالعدوى إلى كل مكان، إن كان هنا في 48 أو إلى الضفة الغربية وربما للسلطة الفلسطينية أيضا. ولكن ما يقوم به الشباب والمناضلين والجنود الكبار وأهلنا في غزة ومطلقو الصواريخ، هذه هي الأمل لشعبنا الفلسطيني بأن النصر قادم إن شاء الله. جئنا اليوم إلى حيفا حتى نوصل رسالة إلى أهلنا في غزة، إلى أطفال غزة وإلى شباب غزة وإلى نساء غزة، أننا معهم على قلب واحد. إن غزة اليوم هذه الوقفة هي ليست وقفة إسنادا إلى غزة، لا، بل هذه نصرة إلى غزة ولأهل غزة، لأن غزة الآن يقاتلون عن شرف أمة عربية كاملة. وإننا جئنا هنا حتى نوصل رسالة إلى أهلنا في غزة أننا معهم في السراء والضراء، أننا معهم حتى النهاية، وبإذن الله عز وجل هذا الحصار سوف يزول، وهذا الاحتلال سوف يزول بإذن الله عز وجل. وإننا نوصل رسالة إلى أطفال غزة أننا شعب واحد، ونقول لغزة أننا معهم في 48 وفي الضفة وفي القدس وفي كل مكان، وإن شاء الله سوف ندعو لكم، والرحمة على الشهداء وشفاء إلى الجرحى. ولا دي كلام ما أقول، ولكن أدعو جماهيرنا العربية الفلسطينية في 48 أن تنظم مظاهرات إسناداً إلى غزة. رسالتنا هي طبعاً وقفة صمود لأهلنا في غزة بعد ما تم قصفهم بشكل جداً إجرامي وإرهابي، وإثبات وجود في الداخل الفلسطيني، لأنه إحنا موجودين دائماً بكل العالم بشكل عام، وخصوصاً بالعالم العربي بعد ما صار في تقاعس على حقوق الشعب الفلسطيني. طبعاً بكل وقفة أساساً إحنا بنقدر نوصل رسالة للكيان الصهيوني إنه ما زال الشعب الفلسطيني بالداخل وبالضفة وغزة موجود، والمقاومة هو حق إن كان بغزة وإن كان بالضفة وبالداخل. فإحنا بالداخل أساساً نقدرش نقاوم بالشكل اللي موجود بالضفة وغزة، فإحنا نقاوم خلال الوقفات لا مظاهرات.